قبل الختام مشاهدينا نعود ونذكر بالخبر الظاهر في الشريط. يحدث الآن تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من إفشال مخطط مؤامرة تعود بوادرها إلى سنة 2014، وذلك بمساعدة من الكيان الصهيوني ودولة من شمال إفريقيا كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الوطني بالتواطؤ مع أطراف من داخل الوطن يتبنون النزعة الانفصالية. شتي صافي وصلتينا؟ شتي هاد الحالة اللي وصلتينا ليها؟ من 2014 كنقول لك صاحبي سربي، من 2014 كنقول لك سربي صاحبي قضي الغراض، اش بغيتي مازال؟ عطيك فلوس، عطيك السلاح، عطيك قضي الغراض صاحبي، بديتي كتحلون وكتلوح حتى شدو، حشومة صاحبي أنا فضحتينا دابا كاع صاحبي، 2014 صاحبي، شو هادي الوالو؟ شوهتينا دابا يلاه، تا السمعة ديالنا مشات صاحبي. سمعة الموساد وسمعة يوسف لاين وسمعة الأمازيغ طاحت في الأرض أصاحبي، حشومة عليك أصاحبي، حشومة، قضيت غرض أصاحبي ديك السلاح عطيك فلوس عطيك السلاح عطيك الفراش عطيك الماس، قضيت غرض أصاحبي طيح لنا السيستم، طيح لنا النظام في الجزائر أصاحبي باش نتهناو، باش ما يحرروش فلسطين أصاحبي، لا بلاتي تير غدا نخطط لهاد هادي، كلتو خيرة فيها خيرة كل، ضربة بالمقص ضربة بمك المقص، أنت خرجتي عنا، يلا والبس دابا، جبدنا دائرس العادي اطلع من قبلتي شو ما زي طلع عيب وعار صاحب الرجولة دي الرجال ديال الكرتون عاونا على الخلا شو الله خلاها سلام عطينو الفلوس عطينو السلاح عطينو المسائل كلها وبس كيقولك لا راه تسناو بلاتي نخطط مزيان دابا شوهتي بينا وشوهتي بالمغرب وشوهتي والله كتر خيرهم بعدا دوك الناس اصاحبي مبغاوش يذكروا المغرب قالك دولة شمال افريقيا على اساس انها تكون تونس ادي كي جاكم البوغوس ها شي واخا قفر هذا ولكن ماشي مشكلي كويدا ديالي هذا معانا دابا يبقى معانا العفيري